قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فهذه الآية يبينها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبق معنا: من تعلق شيئا وكل إليه. فهؤلاء لما تعلقت قلوبهم بالجن قال جل وعلا: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ولذا يقول تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني قرناءهم، وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم.